هذا دابا تنطلب من المسؤولين تنطلب منهم الكونونير ديال جدارمية ديال بني ملال، الكونونير ديال البوليس، تنطلب منهم السيد وكيل العام، النائب وكيل الملك يديروا يدهم يجيبوا هادوك، لا تتخيلهم في الليل وبقاو في الغابه وداروا لي هيات الشيء، بقاو في الغابه تيضربوا الطرا تما، انا ما عندهم كسر. دابا تتهضر مع جدرميه ديال بويس اختي يقول لك انا ما حكمناش تما، تيربيت تاجر في اللي حاكمين تمايا، واش ما كاينش دابا ما يقدوش يمشيوا يجيبوه. نسمع معنا بحضور الاستاذ حميد العقاوي اللي بغيناه حتى هو كابن المنطقه، وشاف ان تعددات الاغتصابات عندنا، تلميذات ديال المدارس ديالنا. سي حميد العقاوي نعطيوك الكلمه على صوت العداله. اذن اخواني تحيه للزملاء في صوت العداله. من بعد ما كان تم نقل مباشر عبر قناه شوف تيفي لهذا الواقعه اللي اي واحد عنده ولادو او لا اي واحد عنده ضمير غادي يتحرك العواطف ديالو. اذن هنا لا اتكلم كاعلامي بل اتكلم كناطق رسمي للشبكه المغربيه لحقوق الانسان والرقابه على الثروه وحمايه المال العام. فان الشبكه المغربيه لحقوق الانسان والرقابه على الثروه وحمايه المال العام تدين وتستنكر ما يقع في السنين الأخيرة وخاصة في حق الأطفال ديالنا، أطفال إخواني والقاصرين بعد ما كانت هذه الهيئة الحقوقية عاينت وعاشرت وتابعت عن كتب ما وقع في أخت ديالنا الملاك ديال زاكورة، الأخت نعيمة اللي العظام ديالها، تبعنا عن كتب ما يقع في نواحي ديال تينغير لأحد الأساتذة رجل التعليم للأسف الشديد اللي حكمت عليه المحكمة ب 20 سنة من بعد ما تبت عليه الاغتصاب ديال 12 البنت، تيهتز الرأي العام مرة أخرى في مدينة خنيفرة أو في نواحي مدينة خنيفرة عن اتهام أستاذ مرة أخرى باغتصاب فتاة لا يتجاوز العمر ديالها 4 سنين، البارح تيهتز الرأي العام بنفس الإقليم في منطقة تيغسالين عن اختفاء مرة أخرى قاصرة لم يتجاوز العمر ديالها 15 سنة، اليوم كنشوفوا أب آخر مفجع بنواحي ووزغت بإقليم أزيلال، مرة أخرى كنشوفوا أن عصابة تعمدت كلا إحدى المنازل في أمام الباب الرسمي للمؤسسة التعليمية، هاد العصابة اللي فيهم مهاجر عائد شاب ربما من بعد ما كان عايش فرنسا وعرف بأن القانون يجرم ويردع كل من تطاول على القاصر، ها هو جاء المغرب وتيحاول باش يطلق الكبت ديالو في بناتنا. من هذا المنبر أنا أناشد السيد الوكيل العام وما نعرف عليه من 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 غيرة على أبنائنا ومن غيرة على كل واحد مظلوم أنه باش يراقب هذا الملف عن كتب، وتعلن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة عن الثروة وحماية المال عام مؤازرتها ابتداء من اليوم لهذه الحاله ديال هذا السيد اللي تيقول لك 4 ديال الذئاب بشريه انها اغتصبت الابناء ديالنا، البنت ديالو اللي ما تيتجاوزش العمر ديالها 13 سنه، ف 13 سنه ربما مازال بنت اللي تقدر تلعب مسكينه، ف 13 سنه اي واحد جا فينا غادي يحاول يضحك على اي ضحك لا على الضمير ديالها. تصور ان هذا الاب اللي هو بائع دجاج مسكين وماشي بائع دجاج بالجمله، راجل اللي تيشري مسكين دجاجه وتيدور عليها جل هاد القريه ديال وومانه ووزغت باش يبيع مسكين دجاجه وحده باش يدي 400 ريال لهاد البنت اللي هي الوحيده عنده. اليوم غادي يجي ويقول لنا تناوبوا عليها 4 من اللور، فحسبي الله ونعم الوكيل. سي حميد غير سؤال، الله يجازيك بخير وسمح لنا استاذ، تشوف هذه القضية ديال الاغتصابات، السيد مغتصب وحاكمين عليه ب 4 شهور ديال الحبس، شنو بغيتي تقول لنا على هذه القضية؟ والشواهد الطبية كاينة؟ هو حسب الاعترافات ديال 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 المجرمين أو ديال المتهمين، فأنا أستغرب كيف تم الحكم عليه ب 4 أشهر. نحن لا نشكك في القضاء ولكن نتمنى من السيد الوكيل العام جاهدين أنه يحاول يستدعي هذا الرجل ويحاول يشوف هذه المحاضر، لأن ربما أغلب المحاضر ديال المتهمين تم الاعتراف ديالهم بكل تلقائية أنهم مارسوا من الضبر على هذه البنت، في حين أنني قريت جوج، واحد السيد يقول لك من بعد ما أن دخلها صاحبي للدار اللي راه كاري أن بقى تيمارس عليها من بعد ما حيد لها حوايجها وتيمارس معها بالضبر، هنا في اعتراف رسمي للضابطه القضائيه تيقول لك بان حتى انا انتابتني الغريزه وقمت باغتصابها، وكانه يتكلم
وحنا في قانون الغاء في حين اننا راه في دوله قائمه الذات اللي ان شاء الله تنتمناوها يكونوا هادو عبره لاي واحد تطاول على البنات ديالنا. نعم وهادو اعترافات ديالو السي حميد واقوال ديالو اقوال ديالو اقوال ديالو السيد عنده العوده ديال الاغتصاب عنده حاله العوده عنده السكر عنده العنف ضد الاسر ربما هذا مهاجر اللي كان عاش بالراحه حتى انه تشمكر كاع وجا لهنايا باش يبرد هذا الغريزه ديالو فحسبي الله ونعم الوكيل ربما الاب عامر بغى يقول اعترف استاذي وتحيه للقناه هذا اعترف قدام اعترف اش سايدين مع بنتي في الدار لقينا اش سايدين مع تاير اشنو تاير معاه قول لي يا استاذ اش تاير معاه اشنو تاير معاه وسد الباب اشنو تاير معاه وعيط للاخرين وهرس لا كارت ديال البورتابل وخرجوا الحشيش وخرجوا الكيف وخرجوا الواحه فين تيقصوا وخرجوا الجنويه فين هو البورتابل اللي رسل على كارت ديالو هو في الاعترافات ديالو هذا اللي مشدود انه قال بان فاش كان صاحبي كيمارس الجنس على هاد البنت تنهضر على هذا ها هو ها ها, ها هو علاش تنهضر دابا واش هاد الناس عندهم الفلوس عندهم الفلوس تيتغناو بالفلوس واش ما باينلكش هذا الحكم هذا ما باينلكش اللهم انا دار من قر اللهم انا لا اله الا الله محمد رسول لا اله الا الله محمد رسول هاد الناس عندكم في المنطقه تيديروا بزاف الجرائم بزاف الجرائم ودابا يكون السي دابا من الشارع فويس حتى تشوفهم تيكميو الحشيش تمايا عين باين ما كاينش اللي يقول لهم شي هضره انت عمي ما رضيتيش بهذا الشيء ما رضيتش انا قتل راسي يا استاذ استاذ تنطلب من المغاربه المسؤولين ديال المغرب الحموشي الكونونير ديال البوليس ديال بني ملال الكونونير ديال الجدارميه جنيرال ديال الجدارميه اللي في الرباط تنطلب منه يدير في هذه القضيه هذه يجيبوا هادو هاد الشمكاله اللي بقاو تيبيعوا في الحشيش والقرقوبي لعباد الله انا ما دينا ما جبنا ها الزلول جاري جاري تاي سكر تما سد عباد الله تاي داز وتاي يقول علينا حنا ما جبناش الخبر تاي يقول لينا راه خليه الله يجازيك بخير لا نقولوها لا عندنا متتبعين الله يجازيك ايه نقولوها واش هاد الشيء فيه اللعب لا غيقولها بطريقه اخرى الله يعطيك الصحه واش وانا قتل راسي يا استاذ تنترب من المسؤولين ديال المغرب اللي مسيلين المغرب اللي عمال جنيرالات الكونونيلات القياد المسؤولين القضاة ديال القصيرات يديروا شغلهم تنترب منهم يديروا شغلهم انا عرفتك مقصح الله يكون في العون وين انا قتل راسي يشدوني حقي نقتل راسي اذا ما شدوني حقي الله ينصر سيدنا الله ينصر محمد السادس غادي نمشي قدام القصر ندي هذيك البنت وهذيك المراه اللي مريضه والبنت اللي مريضه تما يقول لهم يديوني الحبس حسني لنا هذه المعيشه هذه يعني الاسره ديال المقاومه اللي هزن الريال المغرب انت مقاوم ولد مقاوم ولد مقاوم ولد ماشي مقاوم ولد مقاوم 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 بالظاهر الشريف ياك قريتي ولد المقاوم انت كما قال الاستاذ تتعدوا على ولاد المقاومين حنا عارفين حاسين بك الله ينصر سيدنا دابا تنطلب من المسؤولين تنطلب من وكيل الملك ديال زيلان تنطلب من وكيل العام ديال بني ملال يشوفوا الدوسي يشوفوا شنو وقع في هذا الدوسي هذا اللي عطاو اربع شهور اللي لقاو مع البنت اش تايدير مع البنت تما اشري اش تايدير معاها اشنو تايدير معاها ايوا قول لي يا جاوبني يا استاذ دابا الضابطه القضائيه دارت خدمتها عتا الدرجه الدرك الملكيه داروا خدمتهم اعتقلوا دوك الناس دابا انت الحكم اللي ما بغيتيش ما واخا يعطيو 40 سنه ما قنعتش بيها ما قنعتش بيها يعني لقاش هذوك الناس تيتغناو بالفلوس تيتغناو هما بالفلوس تيتغناو بالفلوس رساله للمسؤولين سميتي تقول للمسؤولين تنشكر المسؤولين كاملين ديال المغرب الوزير جديد اوفي جنيرار ديال الكونونير ديال الجدارميه ديال بني ملال والكونونير ديال ديال البوليس ديال بني ملال والجنيرار ديال البوليس ديال الرباط تنطلب منهم الحموشي تنطلب منه يدير شغله راه كاينين في الغابه وتيضربوا الشوا تما وتيبيعوا الحشيش وتيبيعوا القرقوبي وتيضربوا الطاره داو الطاره تما وداو الكواشل تما ايوا شنو هذا
متتبعينا كنعتذروا منكم الى كان شي زلاد لسان ربما السيد فواحد الحاله هيستيريا فواحد الحاله لان راه ضرب عندنا تقريبا على ما يزيد 300 كيلومتر وكنحسوا به بانه مسكين بحال مظلوم في حقه بنته حداه اللي عندها 13 سنه او 14 سنه وتغتصبات وان كما كنقولوا كتعرفوا المجتمع ديالنا كيضحكوا عليه وتيستهزئوا به وتيقولوا لي اشنو صورتيها وما حكموا عليه غير بربع شهور ديال قالوها يا الهضره اللي قلتي قالوها يا قالوها اشنو صورتي بربع شهور تيقولوها في القهوه والشارع واش هاد الناس واش هاد المجرمين غادي يخليو البنات يقراو واش غادي يخليو الدراري يقراو اللي ما علموش اليوم غدا يعلموه اللي ما داتش اليوم غدا يديوها دابا تنطلب المسؤولين تنشكروهم يعاونونا في هذا المشكل هذا الله ينصر محمد السادس الله يرحم والديكم الله يجازيكم بخير راه تحركت راه القلبات قلبي تحرك مرضات المراه مرضات هذا المشكل هذا انت تشوف دابا الشهاده الطبيه ديال شتي الشهاده الطبيه ديال البنت راه عطات الطبيب 9 شهور ما كاين لا قرايه لا والو والبنت كانت مجتهده تجيب 20 18 17 16 تنطلب من حقوق الانسان ديال المغرب ديال بني ملال ديال الرباط اللي عنده في يدو شي شغل اللي يهضر على هادو راه ماشي مسلم راه كل واحد عنده اخته كل واحد عنده بنته راه تحركت عباد الله وراه تحركت عباد الله وراه تحركت عباد الله وراه تحركت عباد الله انا ما بقاش عندنا الوجه عباد الله هاد المجرمين حيدونا الوجه عباد الله وراه تيسكروا فوق ديورنا الى هضرتي يهز عليك الجنوي ما كاينش الامن ما كاين في السكره في الزيتون في القريه في الطريق تيتعرضوا عباد الله اللي جاي في الطريق يتعرضوا لي غير عصابه توصل تسعود والله ما تخرج انت استاذ والله ما تخرج واش ماشي عصابه هذه عصابه هادو غادي يخلقوا شي مشكله للمغرب هاد المجرمين هاد المجرمين هذا اللي لقاو قلت انا عثمان عندك الجلسه ان شاء الله 22 كان داس جوج الجلسات داروها 22 دابا تنطلب من المسؤولين يشوفوا هاد القضيه هادي راه تحركت انا ما الا ما شدونيش الحقي راه غادي نحرق راسي راه غادي نمشي قدام القصر الملكي انا ما كاين شي واحد اللي يحسني الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا الا عندهم الفلوس يجيبوهم لا سميتو يعطيهم المساكين يديروا شغلهم ماشي البنات الصغار ماشي يكريوا الديون على حسب الافسيده وعرام اللي تيمشيو لهذاك الدار عرام ولكن ما لقيناش الدليل هما كارين دابا دار غير هادشي هذاك كراه ب 16000 ريال باش كراها واللي بغى السالوت اللي دا شي وحده تيديها لتما وتيحطوا غير على بنات الكل على بنات الكوليج بنات المدرسه على تخطوا داكشي لا حول ولا قوه الا بالله دابا تنطلب من المسؤولين تشكروهم الله يرحم الوالدين تنطلب المسؤولين يشوفوا بحالتي الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا احسن يديوني للحبس انا احسن يديوني للحبس وراه احسن يديوني للحبس احسن يديوني انا وهذاك البنت وامها احسن يديوني للحبس دابا ما بقيتيش ترضى تمشي تما في الشارع والله ما رضيتش والله ما رضيتش اوسطي والزوجه ديالك والله ما بقاتش تخرج انا كاينين جوج تيعسوا عليها ملي تتديها كاينين جوج عقبات ملي تتمشي للمدرسه تتشوف حتى تقرب للكوليج وتترجع للدار واحد تيعس عليها وغير يجيبوا هذوك الجوج عاد نهضروا على هذو اللي باقي كان تيقول هذاك الزوجه ديالك كما قال لي وتتحضيها وما حضيتي والو وما حضيتي والو هلا والله الا شمتناك حنا ما فهمناش هذاك تيسكر بكل شيء الدوار جاب ليه الخبر لهذاك الزرور تيقولوا ارى والله الا درت لبنتكم حنا ما جبناش الخبر مازال ما وقعش هذا الشيء تيقول هاو بفمه لا حول ولا قوه الا بالله عاد اللي وقع المشكل اللي عرفنا شنو وقع البنت دابا تتشرب الدواء ها تشوفها اوسط انتم الاخوان كما تشاهدوا معنا ها الشكايات ديال هذا السيد ها الاحكام ديال هذا السيد ها
كما قلت لكم قبيله هذا واحد المجرم اللي عنده السوابق في الاغتصاب، عنده السوابق، انتم كما تشاهدوا معنا والتازلول عنده سوابق، راه خرج على بنت فرملي هذا الزلول، الزلول الزلول خرج على بنت فرملي وضرب عليها عام وخرج، هي ضرباتها التلافة. الشهادة الطبية ديال البنت انها كتعاني من اكتئاب شديد، يعني البنت تقدر تنتحر في اي وقت كما تتشوفوا معنا. الشهادة الطبية تتخيل داك الشيء في النعاس، الاحكام والاقوال. رسالة اخيرة، تنشكر المسؤولين، تنطر من المسؤولين الله يرحم ليهم الوالدين. بغيت حقي، بغيت حقي، بغيت حقي ولا نقتل راسي واحد بالجوج. بغيت حقي. البنت ديالك مسكين دابا، ما عال فينا هو البنت دابا، راه صافية، راه صافية، راه صافية، وما دايزاش الهضرة ديال 14 عام وعشاكن هذه اللي تتشرب الدواء ديال العصا. اش تتقول الشهادة الطبية دابا اش تتقول؟ صافي البنت باغا تنتحر. اش تقول؟ اش باقي نقولوا؟ اش باقي نقولوا؟ انا ما بقى ما نقولوا. دابا المهم تنشكر الحكومة ديال سيدنا، تنطلب منهم الوكيل الملك، وكيل العام ديال بني ملال، القضاء ديال القصيرات، ماشي الحكم هو هذاك. واخا يعطيو 40 عام راه والله ما نقنع بها، والله ما نقنع بها. علاش خرجوا على بنتي؟ خرجوا عليها، خرجوا عليها. إلا ماتت ولا ماتت المرأة، أنا تنعلم المسؤولين، المسؤولين تنعلمهم. إلا ماتت هذيك البنت هما اللي داروا لي السبب، إلا ماتت المرأة هما اللي داروا لي السبب. والمهم تنشكر المسؤولين وتنشكر الصحافة، شكرا أستاذ. اجمع اجمع رقاسك، لا حول ولا قوة إلا بالله. نتمنوا ان هذا السيد هذا يتاخذ لي حقه، يعني وهاد المجرمين يتحكموا باقصى العقوبات. اذا كنتم معنا على صوت العداله، وتحيه للجميع.